عبد الكريم. منافسات صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة في هذا اليوم السعيد. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. وهكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق الشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان، أقوى أشواط القعدان في صباح هذا اليوم ينطلق على بركة الله وحفظه. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تتواصل انطلاقات ومسلسل أشواط هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية ومحطات وإذاعات وقنوات التلفزة. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول عافور عبد العزيز بن صالح بن حمد بوشريدة على المركز الأول مع مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، من يلي عافور الصريم، تعود ملكيته لعلي بن عبد الهادي بن حبيشة مع المركز الثاني الصريم. دور المركز الثالث يتقدم المبعد لحمد بن جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي مع المركز الثالث، بينما نقلتنا التالية إلى المركز الرابع يصل الفائز لسنيد بن حمد بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس من يتقدم، من يتسلل، من يتحرك، أدهم يا أدهم يا أدهم، مرحبا يا أدهم، راعي الإنجازات، راعي الصولات والجولات، تقدم أدهم عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت، خطف المركز الخامس وانطلق إلى الرابع وتسلل بدوره إلى الثالث، فإلى الثاني مباشرة أدهم من ينطلق ويتقلد سيفه، وأيضا في هذا الشوط الأول الرئيسي وأيضا يبارز المنافسين والمنطلقين في أقوى أشواط اللقاية القعدان. العودة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة، غير الشعار بن شمسان النعيمي، خطف المقدمة في هذه اللحظات المبعد حمد بن جابر بن شمسان الرمزاني مع المركز الأول مبعد مع الصدارة. المركز الثاني، الله يا سلام يا سلام، المبعد مع المركز الأول، وبالمناسبة مبعد راعي إنجازات في هذا الموسم، ثلاث نقاط أو أربع نقاط في رصيده، حاصل على أشواط رئيسية في أشواط الإنتاج في هذا الموسم يا كمبيوتر الشحانية. المركز الثاني أدهم يتقدم، أدهم يتسلل، خطف المركز الثاني أدهم لعبد الله بن جر الله البخيت. المركز الثالث، التحرك من قبل الفائز سنيد بن حمد بن سالم بن سنيد بمتابعة علي بن سالم بن سنيد الدعية للفائز في هذا الشوط، ويبدو بأنه من سلالة الفائز، إنتاج يوم الزبار على ما يبدو، على ما يبدو. المركز الرابع، من يتقدم ولا إنتاج بارود؟ عموما الخبر عند بن سنيد، إنتاج الفائز أخو الجزر على المركز الثالث. المركز الرابع المفاجئ، يتقدم شعاره، يتسلل شعاره، يتحرك شعار المفاجئ، دابان أو الأحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي، دهبان مع المركز الثالث في هذه اللحظات، دهبان ولا دابان؟ دهبان مع المركز الثالث، شكرا يا الجحافي، نتمنى لك التوفيق. عموما المركز الرابع، التسلل والوصول، من يتقدم؟ شهلول مبارك بن حمد بن محمد بن قمره مع المركز الرابع. المركز الخامس، شوط رئيسي مضمرين. المركز الخامس مزعل، ناصر بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، يصل شعار بن نايفه مع المركز الرابع، يخترق الصوت ويتقدم في هذه الاثناء الى المركز المركز الرابع، وهذا الشعار خطف رمز المحليات في اي سن يا راعي المعلومه في الجداع الظاهر. عموما العوده الى ادهم، ادهم بن بخيت مع المركز الاول بالويهي، من فعل الفعايل في اشواط الحقائق في مهرجان المؤسس وفي يوم الامس. يا الجحافي يا احمد الجحافي، هد شوي هد شوي من اللعب. الله، دهبان مع المركز الثاني. الجحافي اليوم يبغي يرسل السلامات إلى أهل السلطنة كما عودهم في يوم الحقائق. أصبح هذا الشعار مرعب، أصبح مخيف
في الأمتار الأخيرة أصبح مقلق للمشاركين. شعار أحمد الجحافي من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث بن نايفة ملك الإنتاج يصل مع المركز الثالث في هذه الأثناء. مزعل يا مزعل الفوز، وهذه السلالة أيضا لا أيضا تستميت لانتزاع المراكز الأولى، لا تكل ولا تمل، ما شاء الله تبارك الله. 1500 متر جاكم الفائز ولد العود ولد الشيبة مع المركز الثالث. بن سنيد قادم، راعي بارود قادم اليوم متسلح بسلالة الفائز، ونعم السلالة يا بن سنيد ونعم التسلح مع المركز الثاني. المركز الثالث عند الجحافي. المركز الرابع يتقدم فيه بن نايفة، شعار بن نايفة. المركز الخامس الانطلاق من ذهب صافي، مرحبا بذهب صافي. صالح بن علي بن جابر المطوع العود إلى المقدمة، إلى المقدمة الكيلو متر الأخير. الفائز وأدهم، أدهم بإنجازاته، الفائز بمفاجآته، أدهم بسجلاته، الفائز بسلالته اليوم. معركة السلالات، معركة الإنجازات على انتزاع الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان. يا هل اللقايا، يا هل اللقايا. الجحافي أبناء السلطنة يسلم، أيضا بدران يصل، بدران محمد بن سالم بن حمد ألف هيدا مع المركز الرابع. المركز الخامس ذهب صافي، يلا يا المطوع. المركز اللي أيضا قدوم أيضا وتقدم من قبل صغالي حمد مغانم بن سلطان الهديفي. أدهم 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 مع المركز الأول. الله، يصل صوغان مع المركز الرابع، ولكن الجحافي، حذرت من الجحافي، حذرت من انطلاقات الجحافي. سلام يا الجحافي، سلام سلام يا السلطنة، سلام لله درك. يواصل إنجازات الحقائق باللقايا، يواصل اللقايا بالحقائق. الجحافي الجحافي، هل السلطنة؟ وين السلام في السلطنة؟ إلى ميادينها، إلى مدنها، إلى جميع الميادين، إلى جميع المناطق. أهالي وين؟ أهالي بدية، سلام يا بدية، سلام سلام يا بدية، سلام. الله، دهبان دهبان مع المركز الأول. الشوط الأول الرئيسي إلى ميدان الأبيض، سلام يا الأبيض، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق وتوقيت مميز. تهانينا والناموس لمالك دهبان أحمد بن محمد بن لويهي الجحافي. المركز الثاني، المركز الثاني صوغان حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث، المركز الثالث بدران محمد بن سالم بن حمد ألف هيدا. المركز الرابع، المركز الرابع الفائز سنيد بن حمد بن سالم بن سنيد الدعية. المركز الرابع، المركز الرابع ذهب صافي، صالح بن علي بن جابر المطوع. المركز الخامس، إذن المركز الخامس لعناه ذهب صافي، تهاني لصالح بن جابر المطوع النابت، والتهاني والناموس لجميع الفائزين. إذن أشواط قوية اليوم في صباح هذا اليوم بعد مهرجان المؤسس. هذا هو السباق المحلي الذي يليه، وبالتالي الكل جاهز لا شك في ذلك. الجحافي هو بدوره كان مميز ونجما ساطع ولامع في مهرجان المؤسس وفي هذا السباق المحلي. دهبان يصل منتزعا ناموس الشوط الأول الرئيسي للقاية، قاطعا مسافة الشوط في 7 دقائق 33 ثانية، 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك دهبان أحمد بن محمد بن لويهي الجحافي، وسلام يا ميدان الأبيض، سلام سلام يا السلطنة، سلام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. المركز الثاني صوغان من نقل السلامات إلى المعيذن، قطع المسافة في 7 دقائق 36 ثانية، 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صوغان حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وتهانينا أيضا لمضمره بن نديله من قاده في هذا الشوط الرئيسي وحقق به ومعه المركز الثاني. المركز الثالث بدران، قطع المسافة بدران في 7 دقائق 36 ثانية، 62 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بن حمد آل فهيدة، وتهانينا والناموس لكل